السلام عليكم، حلقة جديدة من لايف وملف رئيسي وحيد للنقاش على وقع إجهاض الانتخابات الرئاسية وفيما يتبادل أساس الاتهامات بالمسؤولية عن الفشل في إجراء الانتخابات. تصاعدت الاحتجاجات الشعبية في أماكن متفرقة من البلاد لتسجل اعتراض الشارع وتمسكه بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده. فغياب الانتخابات يعني استمرار حالة الوصاية المفروضة على الشعب الليبي من جانب حكومات غير منتخبة ومجموعات مسلحة وسياسيين لا يكترثون إلا بمصالحهم الشخصية. الشارع هو من صنع القرار في فبراير، والشارع هو من خرج رافعا صوته ضد الفساد في عهد حكومة السراج. هل ينجح الشارع هذه المرة في انتزاع الحق وأحداث التغيير؟ حلقة جديدة، أهلا بكم مشاهدينا. لمناقشة هذا الملف من سبها ينضم إلينا مباشرة من هناك الأستاذ إدريس عبد السلام، الناشط والمتابع السياسي. ومن بنغازي بعد قليل تنضم إلينا الناشطة المدنية والحقوقية بريكة بالتمر لنناقش هذا الملف ونتابع هذا التقرير ونفتتح النقاش مباشرة. اليأس والغضب يسودان الشارع الليبي بعد أن تعثر قطار الاستقرار في محطته الأولى عقب تأجيل مفوضية الانتخابات والبرلمان لاستحقاق 24 ديسمبر، دافعين البلاد من جديد إلى دوامة المجهول. تظاهرات ووقفات وبيانات من نشطاء ومنظمات المجتمع المدني ومرشحين للنواب والرئاسة رفضا للتسويف والتلاعب بإرادة الجماهير ومطالبة بحق الليبيين في تقرير المصير. جلسات البرلمان وإشغال لجانه المختصة ومشاورات المبعوثة الأممية ستيفن ويليامز وتحركات دبلوماسية غربية لم تفلح في تهدئة الأجواء وبث رسائل الطمأنينة للشارع الذي بدأت ترتفع فيه أصوات تنادي بأن يمسك الليبيون بأنفسهم بملف أزمتهم كما فعل الأجداد زمن الاستقلال بعد خيبات الأمل المتكررة من حوارات البعثة الدولية وخططها وخرائط الطريق التي توصل ليبيا في كل مرة إلى نفق مسدود. يا من أفسدتم البلاد، فهل ينجح الشارع بقول كلمته وينفض التراب من جديد عن صندوق الاقتراع ويقطع الطريق على المتربصين وأصحاب المصالح وحلفائهم السعين لفتح صناديق الذخيرة من جديد؟ نرحب بالأستاذ إدريس عبد السلام المتابع للشأن العام مباشرة من سبها، مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا. أبدأ من السؤال الذي طرحته في هذه المقدمة، هل ينجح الشارع هذه المرة في انتزاع الحق وإحداث التغيير؟ تحية للمشاهدين الأفاضل وتحية لك أستاذ مبروك وفريق العمل. من الواضح ومن المستغرب أن نتحدث عن الشارع هذا، الشارع والذي مثل 2,800,000 حسب البيانات في التسجيل في الانتخابات واستلام البطاقات، كرقم مهم جدا. والواقع ونحن نعيش ضبابية إجراء الانتخابات، لم تؤجل ولم يحدد موعد لها، ولم نرى أحد يتحدث في الشارع، وهذه نقطة مهمة جدا وهي مستغربة وتعد سابقة خطيرة تطرح الكثير من علامات الاستفهام عن أين هؤلاء 1,800,000 شخص. لم يتحرك أحد إلا القلة، نداءات بعض النشطاء كثيرة، ولكن الواقع على الأرض كما جربنا واقع حقيقة مؤسف جدا. وهذا يطرح سؤال، أين الشعب؟ نعرف أن الدولة هي شعب وأقليم وغيرها، لم نرى، توقعنا أن يخرج الشارع على بكرة أبيه كالشوارع الأخرى في الدول الأخرى التي تخرج على أقل مطلب.
فما بالك هذا المطلب المهم في تاريخ ليبيا، وهو الانتخابات التي نعتقد أننا حلمنا بها وانتظرناها، ولكن لا أدري هل الانتخابات بهذا الواقع هي في ليبيا أم في مكان آخر، هل المفوضية في ليبيا أم في مكان آخر. الحقيقة هذا تساؤل مهم جدا. من يجيب على هذا التساؤل؟ من يجيب على التساؤل؟ هذا مطروح، نحن نتوجه إلى الناس وإلى الشعب. يعني إذا كان هذه الأعداد التي استلمت البطاقات، أيضا عندما نتحدث عن 5000 مترشح برلماني و98 مترشح رئاسي لم نرى منهم إلا العدد القليل، فهذا أمر مستغرب. إذا كان الليبيون يعتقدوا أن المجتمع الدولي سوف يجلب الصناديق على أكتافه ويأخذ أصابعنا ويضعها في الحبر ويحل التشكيلات المسلحة والميليشيات، وأن يلزم هذه الأطراف السياسية المسيطرة على المشهد السياسي بالخروج، فهذه الرسالة واضحة، فهو واهم. لا يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، صدق الله العظيم. ولكن أتعتقد أن الشارع في نفس الوقت هو من يملك اليوم زمام الأمور حتى يتحرك وينهي هذه المؤسسات؟ هذا 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 من المفترض ومن المؤكد أن الشارع يفترض أن يكون. نتساءل عن هذه 10 سنوات، نتساءل عن من الذين تحركوا كما ذكرتوا في تقريركم، أين الذين خرجوا إلى الشارع؟ لم نرى خروج إلى الشارع. شوفوا السودان منذ 69 الشعب السوداني أسهم في إسقاط عثمان، وآخرها حكومة البشير، وقبلها حكومة نميد، الشارع التونسي. لذلك نحن حاولنا وجربنا وتحدثنا إلى الشارع، ولكن لا حياة لمن تنادي إلى هذه اللحظة. إذن بهذه الحالة نترك، أنا أرى أن نترك المشهد السياسي، نترك الحل للذين يحملون السلاح ومراكز القوة لكي يديروا أمورنا. لا نطلب خدمات، ولا نطلب سيولة، ولا نطلب كتاب مدرسي، ولا نتحدث ونبقى في بيوتنا. وهذا أيعقل أن نستنجد بفوضى السلاح لإنهاء الفوضى السياسية اليوم؟ نحن لا نريد أن نزيد المشكل، لا نريد أن نصب الزيت على النار. أنا لا أتحدث عن الواقع. يقول أن هناك كثير من الآراء، من يملكون السلاح، من يملكون المشهد السياسي والمال، هم الذين يسيطرون على المشهد السياسي، هم الذين يتحركون، مجلس النواب، مجلس الدولة، التشكيلات المسلحة، أطراف أخرى. الشارع لم يخرج، الشارع لم نرى الشارع حد يتحدث أو يتكلم أو يقول ما فيش للأسف الشديد. فلذلك هذا السؤال نطرحه المجتمع الدولي، هل جاء يحل لنا مشاكلنا؟ بالعكس، المجتمع الدولي يبحث عن مصالحه تسير بحضور الليبيين او بغياب الليبيين، كما هو ملاحظ الان. لذلك لابد من الشارع الليبي ان يستنهض الامم وان يتخلى عن هذه السلبيه البقيه وعن المطالبات حديث. طيب من يحمي الشارع اليوم؟ من يحمي الشارع اليوم في حالة خروج؟ الشارع يحمي نفسه. إذا الشارع هو من أراضي الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. الشارع يحمي نفسه. إذا كان الشارع لا يستطيع أن يخرج، من طالب من؟ نتحدث عن من؟ من يقوم؟ من؟ لذلك لابد أن الشارع هذه معادلة معروفة واضحة. نسمع الناس التي ذهبوا الى التشييد، لم نرى احد، اعداد سكان، اعداد بسيطه تخرج. هل يعقل هذا فعلا؟ نحن نشوف اذا في هذا الرقم، الناس استلمت بطاقاتها وسمعنا المفوضين ان هناك تصفير. لا يجب ان نضع اللوم على الشارع والشعب اليوم في نفس الوقت، هو استلم بطاقاته في انتظار ان ينتخب من يرأسه. لا لا لا، لم يستلمها حتى يشارك في مظاهرات واحتجاجات. بعدين استاذ، هو ايضا ملاحظه اخرى، لا نستطيع ممكن نجري انتخابات ونعمل دستور، ولكن نحن من يحمي الدستور ومن يحمي البرلمان ومن يحمي الانتخابات؟ هو الشارع. القانون. نحن نستند الشارع. القانون. الا تعتقد بان القانون يحمي كل هذا؟ نعم، حق التظاهر مكفول، حق التظاهر مكفول،
ولم نمارسه والوقفات خجولة ولا تكاد أن تذكر، وهذا محل استغراب لكثيرين والعالم من حولنا يعني استغربوا في هذا الصمت. هذه إشارة أن يعني لا يريد الانتخابات، بل يريد هذه الأطراف أن تبقى في المشهد السياسي، وهو مجلس النواب الذي لا يريد الرحيل علنا، الحكومة لا تريد الرحيل، مجلس الدولة لا يريد الرحيل، باقي الأطراف موجودة في هذا الواقع. يعني إذن لابد الشارع يريد أن يترك هذه الأطراف شغلها أو تتشاور فيما بينها أو تصل والشعب يلبس يعني بالدرجة يعني. طيب من المسؤول في سؤال مباشر الآن، من المسؤول عن سلب إرادة الليبيين في حقهم الانتخابي اليوم؟ نحن مسؤولين يعني الآن بعد 10 سنوات. من نحن مسؤولين؟ الشارع الليبي بالكامل، أنا وأنت وكلنا مسؤولين. يعني حتى في تحاليل يعني السياسية نأتي على الشعب اليوم، لماذا هو الشعب دائما المظلوم، هو المسؤول عن كل ذلك؟ لماذا ليست الأطراف السياسية اليوم الموجودة على الساحة، البرلمان، مجلس الأعلى للدولة، الحكومة، المؤسسات الأخرى، لماذا لا تكون هي المسؤولة في سلب إرادة الشعب الليبي اليوم؟ لذلك نحن اليوم أمام الشعب، اليوم أمام مجلس النواب وأمام مجلس الدولة وأمام التشكيلات المسلحة، يعني أمامهم وهم الذين موجودين على المشهد السياسي. نحن نتحدث عن هذه الأطراف، من يقول لها أرحلي؟ هل هناك نأتي بشعب آخر الرحيل؟ هل نأتي بالمجتمع الدولي ونحن صامتون ونحن نيام ونطلب أن يحلوا لنا مشاكلنا كما ذكرت، يجلبوا لنا الصناديق ويحلوا لنا مشاكلنا؟ المعادلة واضحة، وتجارب شعوب كثيرة أمامنا. إذن ما حدث في ليبيا هو فوضى، وحقيقة لا، أنا نستغرب وتسأل أين الناس التي تحركت، وقيل أن هناك ثورة ومع احترام للنقابة وللمطالب وهذه الأشياء، ولكن لا نرى استعراض الإبطال. أين الشارع الليبي؟ طيب أهو الشارع الليبي اليوم في الساحات، حتى ولو بدأت بأعداد قليلة، الشارع الليبي يتحرك. حراك 24 من ديسمبر تحرك من قبل حتى فشل 24 بالذهاب بنا إلى الانتخابات. الشارع متحرك أستاذ إدريس. صدقني أنا مصدق والله. النخبة ما تسمى بالنخبة هي من أجل التأييد والمدح والبحث عن مصالحها. الساسة أيضا يبحثون عن مصالحهم. هذه الحركات وهذه الوقفات لن تحل المشكله. هذه الوقفات خجوله، ليس لها اي انتباه وليس لها اي افعال، والدليل ان مجلس النواب ما زال يتحدث عن تشكيل حكومه، ويتحدث عن تشكيل لجنه، وايضا يتحدث عن يعني حكومة جديدة، ويتحدث عن فترة انتقالية وغيرها. فهذا يعني من الواضح ان من قال منذ البداية ان الانتخابات لن تجرى فقد صدق. وانا حقيقة تحدثت ولاحظت منذ البداية من انتخاب الحكومة حكومة الوحدة الوطنية، وقد كلفت بالعديد من المهام، انشغلت الحكومة بأمور حقيقة من اجل بقائها. الحديث عن الانتخابات تأخر كثيرا وتعطل، واعطى ايحاء بان الانتخابات سوف تتاخر، وجاء يوم 24 ديسمبر ولم نرى شيئا، وراينا تدخلات خارجيه وراينا حقول وراينا يعني اشياء حقيقه سدات انعكست على العمليه الانتخابيه وعلى ذكاء طالب الانتخاب. طيب نرحب الان بضيفتنا الاستاذه بريكا بالتمر، تنضم الينا مباشره من بنغازي، الحقوقية والناشطة المدنية. مرحبا بك، شكرا لوجودك معنا أستاذة بريكا. سأطرح عليك ذات السؤال، من المسؤول اليوم عن سلب إرادة الليبيين لحقهم الانتخابي؟ بداية مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام ومشاهدين قناتكم الكريمة. الحقيقة المسؤولية التضامنية تقع على الجميع. يعني لو نحن تحدثنا من 2011
لشهدنا أن كل الحكومات المتعاقبة والأجسام التشريعية هي مسؤولة عما يحدث في الدولة الليبية اليوم. يعني الأداء السيء والمتردي وأهدار المال العام، الجميع يتحمل مسؤوليته بما فيهم المواطن. المواطن مع أننا نلتمس له العذر أنه كان ضحية لهذه الصراعات السياسية وهذا التكالب على الوصول للسلطة، إلا أنه أيضا ويبدو لي أنه اعتاد على الصبر، أيضا فرط في حقوقه بأنه استسلم لهؤلاء، إن صح التعبير، هؤلاء الميليشيات الذين عاثوا في الأرض فساد. ميليشيات ليس القصد منها الميليشيات المسلحة فقط، وإنما أيضا من وصلوا إلى السلطة سواء كانت بطريقة مشروعة أو غير مشروعة. دعني أتحدث في الطريقة المشروعة، من وصل إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع، ومن وصل إليها دون ذلك فهو غير شرعي وأيضا يعتبر مسؤول وشريك فيما يحدث الآن. وأخص بالذكر في إجابتي على سؤالك أن من هم موجودين في الساحة السياسية سواء كان على التحديد يعني حكومة وحدة وطنية وهي التي جيء بها لأجل غرض معين، وهو يعني من أولوياتها العمل على الوصول إلى انتخابات 24 ديسمبر، فشلت الحكومة وكانت سبب من الأسباب المعرقلة، أيضا مجلس الدولة الذي يبدو لي أنه سبب من أسباب القوى القاهرة التي تحدث عنها عماد السايح وإن لم يفصح، إلا أنه تحدث عن قوى ترفض الوصول إلى الانتخابات. ونحن لم نشاهد يعني تيار سياسي أو سلطة موجودة في البلاد رفضت الانتخابات باستثناء مجلس الدولة. يعني أيضا هذا يعتبر من المعرقلين وسبب رئيس في عرقلة انتخابات 24 ديسمبر وعرقلة الانتخابات بصفة عامة. يعني نحن لا نرى أن هنالك منفرج للوصول إلى انتخابات. نأتي إلى السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان وأيضا مفوضية الانتخابات، هؤلاء جميعا لم يكونوا عند حسن ظن الليبيين. يعني عندما نتحدث عن 2 مليون وكسر ذهبوا لإرادة الانتخابات، نجد أن هؤلاء الأجسام الموجودة في الساحة جميعهم وضعوا إرادة الليبيين عرض الحائط. يعني لماذا؟ من أجل التمركز والتواجد في السلطة أكثر فترة ممكنة مع استمرار الأزمة الليبية وعدم الخروج من هذا المنعطف اللي احنا موجودين فيه. نزيد على ذلك إن سبب الاختناق أو سبب الأزمة اللي احنا موجودين فيها هم هؤلاء الموجودين في الساحة السياسية الآن متمثلين في مجلس دولة وحكومة وبرلمان. هؤلاء هم من كانوا يتصارعون، هؤلاء هم من ذهبوا إلى حوار جنيف أو ملتقى الحوار، وأرى يعني في الجلسات التي عقدت في الأسبوعين الماضيين للبرلمان أنهم يتنصلون من أن 24 ديسمبر لم يكن لهم يد في تحديده، برغم أنهم كان لهم 13 نائب حاضرين في ملتقى الحوار. مش هيك بس، وبرضو كان هم لهم يد في اختيار المستقلين. يعني في هنالك مستقلين جاء بهم عبر البرلمان، كيف اليوم نسمعهم من خلال جلساتهم يتنصلوا بأنهم ليس لهم يد في تحديد 24 ديسمبر، بل الجميع مسؤول عن خيبة الأمل التي لقاها الشعب الليبي، جميعهم مسؤولين بما فيهم المفوضية والتي في كل سأعذريني على المقاطعة. سأسألك أيضا من خلال حديثك، سأسألك عن ردة فعل الشارع وإن كانت محدودة خلال الأيام الماضية، كنت قد سألت الأستاذ إدريس عنها وقال أنها لا تحل مشكلة هذه الوقفات الاحتجاجية، ماذا تعتقدين أنت؟ أنا يعني ألتمس العذر للشارع من ناحية أن الشارع قام بما هو واجب عليه. لا ننسى حراك الشارع في المدة الماضية والسنين التي يعني مضت من العشر سنوات الفائتة هذين، أن الشارع كان متواجد ومتواجد بقوة، ولكن ما ننسوش أن الشارع وقع بين شقي الرحى. يعني الشارع مورست عليه يعني أساليب التركيع والتجويع لكي يطاع ما هو يعني الآن، لكي لا يلقى الشارع الجهد الذي يريد بدله من أجل الخروج والتعبير عن إرادته. لكن إذا نظرنا من جانب يعني سلمي، الشارع خرج وقال
يعني راية من خلال ذهابه إلى صناديق الاقتراع، يعني 2 مليون وكسر اللي مشوا يعني يعني صدرت لهم بطاقات ناخب، هذوما مش يعتبر شارع، هذا لا يعتبر يعني رأي عام، هذا رأي عام. لكن الخروج في الساحات، المواطنين يعانوا من ضنك العيش، يعني أنت الإنسان اللي قاعد مواطن يشقى ويتعب علشان لقمة العيش، مش لاقي باش يجيب لا في مرتبات ولا فيه يعني وضع صحي يعني يذكر ويشكر ولا فيه تعليم كويس، كيف نطالب من المواطن أنه هو يطلع من أجل تغيير هذا الشارع؟ ومع التأكيد أن الشارع الليبي يتعامل مع معطيات على أرض الواقع، يعني لا نستغرب أن في لحظة ما ينفجر الوضع ويكون وتكون الأوضاع لا يحمد عقباها. يعني الشارع الليبي في أكثر من مناسبة لمسنا له هذه يعني التصرفات، يكون في حالة سكون وفجأة ينفجر الوضع وينقلب السحر على الساحر. هذه رسالة أنا أعتبرها موجهة إلى الساسة الموجودين، لأن لو دامت لهم ما وصل، لو دامت للذين قبلهم ما وصلت لهم، عليهم أن ينتبهوا جيدا وأن لا يستخدموا صبر الشارع عليهم ورغبة الشارع في عدم الانزلاق في الفوضى. يعني حقيقة أنا يعني أتابع حراك الشباب القائمين على حراك خلاص، وأنا أرى فيهم يعني العقل والحكمة، يعني هم لا يريدون للبلاد أن تنزلق في 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 فوضى، ومن ناحية أخرى أنا أتمنى من الساسة أن لا يستخدموا صبر الشارع عليهم، لأن في لحظة ما قد ينفجر هذا الوضع وقد يحدث ما لا يحمد عقباه بأن تنزلق البلاد في فوضى، يكون نتيجتها تمسك الساسة بالسلطة وبقائهم في السلطة. يعني الحلول الذي وضعها البرلمان مع كل أسفنا يعني لجنة خارطة طريق، خارطة الطريق. وأسألك بالتفصيل عن خارطة الطريق أستاذ بريكا، وسأعيد أيضا وأطرح عليك ما تطرقت إليه وهو توصيف القوى القاهرة من قبل عماد السايح في البرلمان، ولكن دعيني أذهب من جديد للأستاذ إدريس وأسأله، هل المؤسسات السياسية الحالية اليوم لم تعد تمثل الشعب والشارع الليبي؟ بكل تأكيد لم تحترم إرادة الشعب، لم تحترم الإرادة الديمقراطية والتي قيل أنها ديمقراطية منذ 2011 وتداول السلطة، لازالوا متمسكين بالسلطة في أشكر ميدان ويعلنون عن هذا صراحة. الحكومة ليست مهتمة بالأزمات، مهتمة بكيف تبقى. شفنا هذه التشكيلات التشكيلة الحكومية، وشفنا الكثير من الفضائح والتي تطلعنا بها الكثير من الوسائل والفساد. مجلس النواب أيضا لازال باقي، مجلس الدولة أيضا لازال باقي، وهذا ما يجعلنا نتحدث عن أن الشارع كيف لا يتحرك، أو نحن لا ندعو إلى الفوضى بل ندعو إلى التظاهر السلمي. مكفول بالإمكان أن أنت تتظاهر وتعبر عن رأيك، ولكن التعبير يجب يكون بأعداد تعطي مؤشر إن الشارع موجود. ولكن هذه تساؤلات مهمة جدا، يعني أمام المجتمع الدولي، أمام الليبيين، يعني يسأل أنفسهم إذا كان نحن نبقى في الأمان فلنبقى في الأمان وننتظر إلى أن يأتينا الفرج. ولكن أنا يبدو لي أن نحن الليبيين بحقيقة البعض يعني ضحك عليه عقله، يعتقد أن عمل ثورة، وهنا التساؤل، هل يعقل من عمل ثورة مع احترامنا للشهداء ومن لازال باقي أن يرى هذه البلاد، يرى المسار الديمقراطي؟ هذا مسار ديمقراطي، هذا التزام ديمقراطي، هذه عملية انتخابية أمام المجتمع الدولي، هذه قرارات دولية، يعني يوم 24 يوم مقدس انتخابات، وهي طريق النجاة من أجل حل الأزمة السياسية، وإذ بها تصبح غامضة ويتم التعتيم على الانتخابات وتبدا المبررات. وقد صدق من قال ان الانتخابات لن تحدث، وهذا هنا بيت القصيد، لقد عملوا على 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 تعطيل العمليه الانتخابيه من خلال وسائل الاعلام، من خلال استاذ يعني ادريس. خلينا نكون اكثر وضوحا اليوم، الا تعتقد بانه تحديد موعد الانتخابات كان قرارا سريعا؟ عندما تنظر الى الارض ترى ان الانتخابات لديها شروط حتى تحدث، الشروط موجودة أمنياً مؤسساتياً، ليست موجودة، ألا تعتقد نعم. ذلك؟ نعم أكيد، ولكن هذه قرارات دولية، هذا التزام دولي. هل يعقل الغرب الذي نحن نضرب به المثل
هو الذي حدد مجلس الامن الذي حقيقه اتخذ قرارات في 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 2011 ونفذها، والان هناك كثير بالقرارات تحت الفصل السابع حبيسه الادراج، وهذا ما يشير الى ان انهم حقيقه يريدوا الفوضى في ليبيا، وان الشارع الليبي حقيقه لا يتحدث. اذا كانت تحدد موعد مقدس، موعد مقدس يوم 24/12 ديسمبر انتخابات ولم يحدث، تتحدث عن 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 مصالحه، ولا بد الحديث عن المصالحه، لان ما يحدث الان اخلص الى ما يحدث الان هو 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 غياب الثقه بين الاطراف الليبيه، انقسام في الشارع الليبي، انتج مغالبات، هذه المغالبات هي التي لها تداعيات خطيره على 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 المشهد السياسي. كيف نتحدث عن طرف يملك السلاح ويملك المال وطرف حقيقه مغيب يعيش إكراهات اليومية وفي مشاكل اليومية، طرف ربما تعرض للإقصاء، لا يحدث. لذلك هناك الكثيرين من تحدثوا وصدقوا على أن العملية السياسية في ليبيا هي خيارين، يا أما احترام الإرادة الليبية والإرادة الدولية وهذا لم يحدث، يا أما هذه الأطراف التي تتصارع تجلس مع بعضها وتحل مشاكلها، وهذه نماذج تمت في عديد من الدول. نحن بحاجة للمصالح الحقيقية التي تستند إلى 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 العدالة الانتقالية، لأن الثقة مفقودة، وما يحدث الآن من مغالبات ومن استقواء وأيضا من تواجد أجنبي وأيضا من سيطرة وضرب لإرادة الليبي بعض الحائط، وأكبر دليل مجلس النواب الذين اخترناهم وعاهدونا ذهب إلى 16,000 دينار وإلى شرم الشيخ وإلى مكاسبهم، ونرى الآن ما يحدث. يعني وهذا اكبر دليل على ان ما حدث في ليبيا يعني هو علامه استفهام، استفهام كبيره، هو بالحقيقه علامه استفهام كبيره، لانه نحن لم نذهب الى الانتخابات. اسقط النظام وترك البلاد في فوضى، والشعب الليبي مقصوده في قراءات اليوميه وفي مطالب الكهرباء، ليش بيتكلمش الشارع الليبي؟ طيب. ونسمع ندعو ونستنى. اسمح لي أن أعود إلى الأستاذة بريكا بالتمر وأسألها، هل توصيف القوى القاهرة في تقرير المفوضية أستاذة بريكا بالتمر جاء في غير محله؟ هو في حقيقة الأمر القوى القاهرة التي تحدثت عنها المفوضية في تقريرها ما هي إلا ذريعة نتيجة الضغوطات التي مورست على المفوضية، وأنا في ظني أنها يعني تتمثل في عدة أسباب، يعني ليس في سبب واحد، ولكن هي غير ما صرحت به المفوضية. يعني القوى القاهرة، نحن في بيانات متعددة وتصريحات متعددة لرئيس مجلس المفوضية خرج وصرح تكرارا ومرارا بأنه على أتم الاستعداد لإجراء الانتخابات، وأنه مستعد، وأن كل الأمور تحت السيطرة. وما نستغربه هو حديث عن قوة قاهرة واصفا إياها يعني في أحد أسبابها أن الأحكام القضائية جزء من هذه القوة القاهرة، وهذا كلام لا يستصيغ عقل. يعني من غير المقبول أن نحن نصف الأحكام القضائية بأنها قوة قاهرة. يعني هل يعني بالإمكان أن نحن نتنصل من أحكام قضائية وهي عنوان للحقيقة ونصفها بأنها قوة قاهرة؟ أنا أعتقد أن هذا غير مقبول، وهذا ما تم الإفصاح عليه في بيان المفوضية اللي نحن كلنا انصدمنا به في أن تأجيل ل 24 ديسمبر. يعني مع الإشارة إلى أن التداخل في السياسي مع الأحكام القضائية ما كان ينبغي بصراحة أن يكون هذا التصريح أو هذا البيان من المفوضية، لأنه غير منطقي. لماذا غير منطقي؟ لأن القانون رقم 8 سنة 2013 أنشأ المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، هذا القانون يعني منح المفوضية صلاحيات كاملة بأنها تتخذ الإجراءات اللازمة حيال العملية الانتخابية. كل الإجراءات المتعلقة بالعملية الانتخابية هي من صلاحيات مفوضية الانتخابات. ما نجد غير ذلك هو أن المفوضية فرطت في حقها اللي منح لها القانون، سواء القانون رقم 8 الذي أنشأها أو القانون رقم 1 انتخابات رئيس الدولة، أن المفوضية قدمت القائمة
القضاء، ومن بعد ذلك أصبحت تتحجج بأن هنالك مترشحين لا ينطبق عليهم يعني الشروط القانونية. في حين لو نحن رجعنا للخلف قليلا نجد أن المفوضية كان بإمكانها أنا هي تسقط هؤلاء المترشحين ولا تتحجج لنا بضيق الوقت بأن عدد المترشحين كان كبير. من المتوقع أن يكون عدد المترشحين كبير، يعني كيف لمفوضية معنية بأمر الانتخابات أن لا تتوقع أن يكون هنالك تزاحم على الترشح لانتخابات رئاسية أو برلمانية؟ يعني هذه من الأمور المتوقعة بديهيا. أيضا نجد أن المفوضية لم تستبعد رئيس الحكومة بموجب المادة رقم 12، وتحججت بأن الأحكام القضائية لم يعني صدرت في وأرجعت أشخاص للقائمة وهم يحصلون على شهادات يعني مزورة. أنا أرى أن هنالك تناقض كبير حقيقة فيما صرح به أو بما أدلت به المفوضية بدلوها في هذا الخصوص. من ناحية لم تتمسك بنصوص القانون وحرفيتها وفرطت في حقوقها، بحيث أنها هي كانت تستطيع قبل يعني أن تكتشف أمر التزوير أنها تستبعد هذا الرجل ولا تتحجج بأن هنالك يعني ورقة صدرت من رئيس ديوانة. أنا أعتقد أيضا قدموا ورقة أخرى وهي تاريخ سحب الثقة، وهذه الورقات يعني كان بإمكان المفوضية أن تستبين بعدم صحيتها. لماذا؟ لأنه صدرت بعد سحب الثقة العديد من القرارات باسم رئيس الحكومة. وأنا أرى أن هذه الحجج حجج واهية، وأرى أن هذه الحجج كان ما القصد منها هو تأجيل الانتخابات ولا وجود لقوة قاهرة. لماذا؟ لأن القوة القاهرة كان بإمكان السيد رئيس المفوضية أن يتداركها بعدم وقوعها، أن هنالك خطر ميليشيات، هذا أمر معروف لدى الجميع والجميع كان متوقع لحدوث عنف انتخابي سواء بهجوم على مراكز اقتراع أو بأعمال عنف أخرى. ونحن لدينا سابقة في انتخابات البرلمان حدثت يعني أحداث عنف كبيرة، يعني عندنا درنا لم تدخل للانتخابات، أيضا الكفرة لم تدخل للانتخابات، مدينة بنغازي كانت تحت الحرب في داعش، كان فيها داعش، ورغم ذلك أجرينا الانتخابات وها هم متواجدين في السلطة، البرلمان موجود نتيجة هذه الانتخابات مع حدوث العنف الانتخابي. حدث عنف انتخابي لكنه لم يعرقل العملية الانتخابية. أيضا هذا العنف لا نصنفه أنه قوة قاهرة لأن أمر متوقع، والقوة القاهرة هو أمر غير متوقع. يعني نحن القانون الليبي أو القانون المدني الليبي لم يعرف القوة القاهرة، وإنما ترك أمرها إلى الفقه لكي يعرفها كيفما شاء، وهذا مصطلح يعني فضفاض، قد تكون زلازل، حوادث زلازل، حوادث طبيعية، حروب، يعني أشياء لا يعني نتوقع أن نحن تحدث لنا، لكن أنا يقول لي فيه قوة قاهرة وأن في تهديدات على المفوضية. نحن جميعا نعلم أن هنالك ميليشيات موجودة في طرابلس وأن طرابلس تحت سيطرة الميليشيات، لا يستطيع أحد أن هو ينكر هذه الحقيقة، وبالتالي كان من المفروض أن يكون في تصريحات السابقة لرئيس المفوضية أنه يقول بأنني لا أستطيع أن أجري الانتخابات في ظل تواجد هذه الميليشيات، وعلى البرلمان أن ينقل مقر المفوضية من طرابلس إلى مكان آخر آمن لكي نستطيع أن نحن نجري هذه الانتخابات، بالرغم أن هذه لا تعتبر قوة قاهرة لأن مراكز الاقتراع تظل موجودة داخل مدينة طرابلس، وأنه لا بد لنا من أن يكون هنالك مراقبين دوليين وأيضا مراقبين محليين يراقبوا عملية الانتخابات، وأيضا لابد من إيقاع عقوبات على هؤلاء المعرقلين. لا ينبغي لنا أن نحجب أسماءهم عن المواطنين ولا الشارع، ويجب الإفصاح عن هؤلاء المعرقلين من هم، ويجب تقديم مذكرات يعني وشكاوى بحقهم إلى النائب العام، وأيضا لكي يكون هنالك ضغط من الشارع عليهم لابد من الإفصاح عليهم. أما أن يكون يعني عدم شفافية بهذا الشكل ونحن نتحجج بأن هنالك قوة قاهرة، أنا لا أرى أن هنالك لا قوة قاهرة ولا شيء، وإنما نعم. طيب أستاذ إدريس، هل أغفل عماد السايح في جلسته أمام البرلمان المال السياسي والمجموعات المسلحة، وبالتالي كان حديثه عن القوى القاهرة في غير محله؟ نعم، هو
لا يستحق أن يذكر عماد السايح هذا القوة القاهرة وغيرها، ولا نستغرب أن يقول حتى ما في صناديق ولا في حبر، يعني في ظل هذا الصمت. نحن الآن أمام مشهد يا أستاذ مبروك والمشاهدين، أمام مشهد غريب جدا. دولة فيها شعب يعاني من أزمات، يعاني عانى من حروب وانقسامات، عانى من تهجير، المجتمع الدولي يتدخل تحت الفصل السابع يتفرج علينا، لأن حقيقة يعني يقول لك وين الناس هذول، وين البلد، ما فيش حد يتكلم، مجموعة معينة اللي في البرلمان وفي الدولة وبعض الأطراف اللي تتحدث، ما رجال الشارع خرج يعني لهذه الخرجات اللي حتى وسائل الإعلام ما نقلتها، حتى تعاملنا في الفيسبوك يعني قاعدين نكتبوا في الإشاعات وواحد يكتب في التهاني، ما فيش، حاولنا حتى من خلال الفيسبوك ان نحط الناس على على الكتابة وعلى التعبير، يعني حتى في اللقاءات انا كصحفي نجي في اللقاءات اللي تسأل يقول لك لا والله ما نتكلم يا للحكومة، هو اللي كان في حكومة وفي برلمان احنا نتكلم والله نبغى انتخابات ونبغى تغيير، ما فيش. لذلك محور النقاش هو طيب هناك مشكلة الإرادة. الإرادة نعم نحن محور النقاش هو نعم هو أين الإرادة الليبية؟ وين الشعب؟ وين الناس؟ ناس وين الناس يعني اللي بالانتخابات؟ وين الناس اللي بالمصالح؟ الذين يريدون الانتخابات ذهبوا واستلموا بطاقاتهم أستاذ إدريس. نعم. ولم يرفض ولم يسأل وين بالانتخابات؟ يعني كيف يعني كل واحد في بيته بيجي يسألوه كيف؟ هو غير مسؤول عن تحديد موعد الانتخابات، كيف نحمل الشارع أكثر من طاقته يا أستاذ إدريس؟ أنا أحمل الإرادة تفرض، الإرادة تفرض التعبير ليس حتى بالشارع عن طريق وسائل التواصل مع الوقفات عن طريق يعني تهيئة الأجواء، ما فيش أجواء، الناس من الشغلة، وهذا يؤكد أن العملية الانتخابية ليست ناضجة. ليش قالوا انتخابات يوم 24؟ ليش قالوا في المصالحة؟ ليش قالوا واجهوا الانتخابات؟ ماذا قالوا عملوا مصالح؟ أكيد يعني في أشياء يعني مرتكزات، ولكن بهذه لا شيء موجودة يعني. طيب دعنا نشاهد بعض الكلمات التي قالها عدد من المحتجون في عدد من المدن الليبية، ومن ثم نعود لنطرح السؤال على ضيفيه. نشاهد. نحن نعرف أن جميع الأجهزة التي تدير الدولة الآن للأسف لا تأخذ شرعيتها من الشعب الليبي، يعني هذا البرلمان فقد شرعيته بسقوط متة ومدد لنفسه، يعني وجوده غير شرعي. مطالب أول حاجة هذه الانتخابات، نبي رئيس دولة، نبي رئيس، ما ينفعش البلاد مشاك. 2.5 مليون ليبي، الناس اللي وراء الشبابيك مختفية للأسف الشديد، هل هؤلاء نضع بهم الثقة؟ هل هؤلاء نحن نضع أمانة على أكتفهم بعد هذا الموقف؟ كان أجدر بكم يا نواب الأسف أن تخرجوا وتقولوا نحن آسفون على ما حدث، وليتم انتخاب جديد سواء كان انتخاب رئاسي أو انتخاب برلماني. لأننا نرفض التأجيل ونرفض التمديد ونرفض كافة الأجسام السياسية، ونحتكم لصندوق الاقتراع كما ندعم انتخابات المؤجلة إلى يوم 24/1/2022. على أساس ينبوا علينا ويصبوا في صالحنا، للأسف لقيناهم ضد إرادة الشعب الليبي، ومن وقف ضد أي واحد يقف ضد إرادة الشعب الليبي فهو خاسر ولا يحمد عقباها. هذا استهزاء بإرادة الشعب. طلباتنا أولا هو عدم إسكات الشعب الليبي، وهذا حق لكل مواطن ليبي، ونحن كمترشحين لم يعني ما زلنا ما تمناش مترشحين ما لم تصدر القوائم النهائيه للمترشحين، ولكن كنشطاء نحن نرفض ان العبث بالشعب الليبي وتسيير الشعب الليبي. يوجد انتخابات، لا يوجد انتخابات معناه لا يوجد انتخابات. الكلام هذا نحن بصراحه تعبنا منه، وتعبنا من صناع القرار، وتعبنا من قراراتهم ومن قوانينهم المعيبه اللي يطرحوا في القوانين وبعدين يتضح ان فيهم مشاكل. كانت هذه بعض الكلمات من عدد من المحتجين في براك الشاطئ وطبرق وعدد من المدن الأخرى. عود إليك أستاذ بريكا بالتمر، هل سيستطيع الشارع اليوم مدعوما بمؤسسات المجتمع المدني فرض كلمته وأحداث تغيير؟
شوف، هو إرادة الشعوب دائما أقوى وأبقى، يعني مهما طال الظلم ومهما طال يعني الطغيان من المتمسكين والمتشبثين بالسلطة، إلا أن إرادة الشعب دائما هي المنتصرة. يعني هذه أنا نعتبرها رسالة، وأيضا نأكد فيها أن المجتمع المدني في ليبيا أو في بنغازي بالخصوص، خليني نقول أنه هو مجتمع واعي ومثقف، ومجتمع يدرك أهمية أنه لا بد لنا من التغيير في الوقت الحالي، بعد أن ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن هذه الأجسام الموجودة هي أجسام فاشلة بامتياز. حراكهم الآن يعني من أجل استمرار بقائهم في السلطة، وهذا يتعارض مع إرادة الشارع. يعني في استطلاعكم للرأي قبل قليل، الجميع يعبر على أنه يريد انتخابات، وهذا مطلب مشروع، وهذا يعني ينمي لدينا مبدأ التداول السلمي للسلطة. على أساس الموجودين الآن في يعني مراكز صنع القرار أو في السلطة، أنهم يعوا ضرورة وأهمية رحيلهم من المشهد، لأنهم أصبحوا جزء كبير من المشكلة، وقد يكون هم الجزء الأكبر من هذه المشكلة. يعني نحن نشاهد أن المؤتمر الوطني ما زال موجود متمثل في مجلس الدولة، وهو يتصارع من أجل البقاء في السلطة مع البرلمان، سواء كان يعني الاتفاق السياسي في جنيف أو الملتقى الحوار، كلاهما كان يدور بين المجلس المؤتمر الوطني المتمثل في مجلس الدولة والبرلمان كسلطة تشريعية. لا ننسى أن البرلمان أيضا فرط في حقه بأنه أعاد لهذا الجسم الميت والمنتهي اللي هو المؤتمر الوطني، أعاد له الشرعية من خلال التعديلات الدستورية، التعديل الدستوري رقم 11 أعاد به البرلمان مجلس الدولة للحياة من جديد، لكي يقاسم معه يعني اتخاذ. طيب، هناك مشكلة في الصوت، هناك مشكلة في الإرسال واستقبال الاتصال من الأستاذة بريكة، سنعود إليها لنستمع الكلمة الأخيرة لحضرتها. أعود إليك أستاذ إدريس، الآن هل نحن أمام تهديد جدي لعودة الصراع المسلح في المستقبل؟ السيناريوهات ماذا تتوقعها؟ نعم، في حال تفرج المجتمع الدولي وأيضا التوجه إلى الاتجاه إلى تشكيل حكومة، وهناك حكومة أخرى ستصبح حكومة موازية، ونلاحظ ما يجري في العاصمة، لأن لا أحد يتدخل، الليبيين مش هيتكلموا والمجتمع الدولي يتفرج، فلا نستغرب أن يكون هناك احتكام إلى 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 السلاح وإلى إلى الفوضى، وهذا ما حذرنا منه في عدة لقاءات سابقة. وأيضا قلنا أن العملية من بدايتها متعثرة، نحن اعتمدنا على المجتمع الدولي في 2011 أسقط النظام، ولازلنا متكئين وننتظر المجتمع الدولي من أجل أن يقدم لنا الحل، وقد عجزنا عن معالجة أمورنا، ونحن وليس حتى الحديث عن الانتخابات. نشوف الآن هناك كثير من الإشكاليات الداخلية في المجتمع الليبي، نشوف شوارعنا، نشوف العمل التطوعي، نشوف كثير من الأشياء. يعني الناس، احنا جربنا من خلال الشارع ومن خلال اللقاءات، الناس حقيقة عازفة عن ممارسة دورها، عن العمل التطوعي، عن مساعدة بعض، عن حل أزماتها أيضا، عن الاختيار، حرية. شفنا هذا العدد من المترشحين من مجلس النواب، وعندما دعوناهم لم نجد منهم، يعني من 5000 لم تجد منهم إلا ربما 200 أو 300 شخص. أين البقية؟ أين الذين زكوهم؟ أيضا من توجهوا ودخلوا إلى الترشح الرئاسي 98 شخص، لأن الواقع يقول أن هناك من دفع به دفعا لكي يترشح للرئاسة من أجل إقصاء بعض الأطراف. هذا أمر واضح، يعني دفع بهم من أجل تشتيت الأصوات، وكذلك حتى في النواب أمر واضح، هناك أطراف تعمل، هناك وسائل إعلام تعمل، نشاهدوا فيها دائما تتحدث عن الإشكاليات، نحن نتحدث عن أولوية الانتخابات، وهناك من يتحدث عن قضايا أخرى يعود بنا إلى الوراء ويذكر، وهو مجموعة معينة حقيقة وأطراف معينة مسيطرة على المشهد السياسي في ليبيا، لا تريد الانتخابات بل تريد البقاء في السلطة ولا تريد الاستقرار. وعلى سبيل المثال مجلس النواب أيضا انضم إليهم، ويتحدثون ويفصلون ويتناقشون ويتداولون أمورهم، ونحن
نتفرج عليهم. هذه الحقيقه، واتمنى ان طيب. ان يتفق معي الشارع الليبي الكريم. استاذ بريكه بالتمر، تفضلي اكمل الفكره. نحن نعتذر عن الخلل الذي حدث قبل قليل. هو يعني ما كنت أريد قوله، هو أن الشارع حقيقة، أنا لا ألقي بكل اللوم في جعبة الشارع أو ألقي باللوم على يعني عدم ظهور المظاهرات بالشكل اللي هو مطلوب. كما سبق وأني قلت لك أن هنالك ضغوطات وهنالك يعني سياسة تجويع لكي يتم تطويع الشارع وإرهاقه ولعدم يعني ممارسته ل يعني التعبير عن إرادته من خلال خروجه إلى الشارع. لا نستطيع أن ننكر أن هنالك لم يكن هنالك خروج، وإنما كان هنالك خروج وإن كان على استحياء. الشارع في ظني أنه لا يريد الانزلاق في الفوضى التي كانت في 2011 والاعتداء على مراكز الشرطة وأيضا المؤسسات. يعني هنالك مخاوف لدى كثيرين من هم في الساحة الآن متواجدين أنهم لا يريدوا العنف أو الاعتداء على مؤسسات الدولة، وهذا أيضا يعني ما يدعوهم إلى عدم الخروج. ممكن يعني لدى المواطنين حس يعني بالمحافظة على البلاد، يقولوا لا نحن ما نقدرش نطلعوا، مرات نطلعوا يصير يعني انفلات أو يصير اختراق، وهذا أمر راهو متوقع. وممكن ضعاف النفوس يستغلوا المظاهرات اللي تخرج سلمية ويتهموها باتهامات، وحدث ذلك. وأنا استمعت إلى بعض المسؤولين أنهم يوجهوا في اتهامات للشباب اللي خرجوا يعبروا عن إرادتهم بكل سلمية وبكل رقي من خلال لافتات تحمل يعني عبارات لخروج هذه الأجسام من المشهد اللي موجودين يعني نحن فيه، واللي هم أصبحوا جزء من المشكلة. أريد التنويه على نقطة هي أنا أرى أن هي مهمة جداً، وهو دور المجتمع الدولي. المجتمع الدولي راهو يلعب في دور كبير جدا في عرقلة الوصول إلى الانتخابات، مهما صرحوا وأفصحوا بأنهم هم يريدوا الانتخابات ويريدوا الديمقراطية والانتقال السلمي، لكن في حقيقة الأمر نرى من خلال أفعالهم لا أقوالهم أنهم لا يريدون انتخابات. لماذا تم تقديم استقالة مفاجئة لرئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا؟ ألا يوجد يعني هنالك علامات استغراب واستفهام كبيرة تطرح نتيجة لماذا تم تقديم هذه الاستقالة، وما هو الظرف الذي جعل كوبش يقدم استقالته، وكيف لنا أن نثق في عودة ستيفاني التي كانت هي وراء تحديد موعد 24 ديسمبر؟ يعني لماذا الآن مستشارة تمثل الأمين العام يعني تنتقل هنا وهناك، ولكننا لا نرى يعني لها يعني بصمة في أنه لماذا لم تحدث الانتخابات؟ نرى أن هي كانت لعبة دور مهم قبل تحديد هذا الموعد، ونجد أن هي من خلال ملتقى الحوار وضعت في مادتها الأولى أن تاريخ 24 ديسمبر سيكون للانتخابات، ولكن في حقيقة الأمر في المادة 3 من نفس هذا الاتفاق نجدها حددت عمر الحكومة 18 شهر وهو قابل للتمديد 16 شهر من تلقاء 6 أشهر من تلقاء نفسه. يعني نجد أن هنالك حتى في بنود الملتقى الحوار هنالك تناقض يعني كبير، ولا نستغرب كيف يعني هم ما انتبهوا لشيء من البداية. الناس اللي جالسين ويمثلوا في البرلمان ويجوا اليوم يتحججوا يقولوا نحن ما حطيناش. فأنا أعتقد أن المجتمع الدولي راهو هو في حقيقة الأمر هو القوة القاهرة اللي ما تبيش الانتخابات تحدث في ليبيا، لأنهم يعلموا جيدا أن بحدوث الانتخابات سيحدث استقرار في الدولة وستأتي يعني سلطة تشريعية جديدة خالية من هذه الصراعات اللي تحدث والانقسام اللي يحدث، وأيضا انتخابات لرئيس الدولة مع تحفظنا على جانب القانوني في هذه الجزئية. شكرا جزيلا لحضرتك الأستاذة بريكة بالتمر الحقوقية والناشطة المدنية، كنت معنا مباشرة من بنغازي. وشكر لحضرتك أيضا الأستاذ إدريس عبد السلام الصحفي والمتابع للشأن العام، كنت معنا مباشرة من سبها. ولكم أنتم مشاهدين على المتابعة غدا في نفس الموعد حلقة جديدة من لايف. ابقوا معنا دائما 218tv.net.